بسم الله الرحمن الرحيم، احبائي طلاب الثانويه العامه، عام دراسي سعيد جديد ان شاء الله عليكم مليء بالنجاح والتفوق باذن الله. احبائي اكيد ان النهارده ان شاء الله هنبدا اولى حلقات اللغه الانجليزيه للثانويه العامه، وطبعا طلاب الازهر شرفونا كمان. ومنهج اللغه الانجليزيه اكيد منهج بسيط وسلس ان شاء الله، ابسط بكتير جدا عن سنه تانيه اللي احنا شفناها قبل كده. وطبعا كلنا متعودين على شكل الاسئله وهنتكلم عنها بالتفصيل، ولكن اكيد قبل ما اتكلم على شكل الامتحان معايا استاذ ايمان المصري، معلم اللغه الانجليزيه بوزاره التربيه والتعليم. اهلا وسهلا مستر ايمان، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك مستر محمد، and welcome my dear students, screen viewers watching us now. Welcome in another academic year. اهلا بكم اعزائي الطلبه في سنه جديده، ان شاء الله تكون سنه سعيده عليكم. مس ايمان، طبعا احنا بنرحب بالطلبه الجدد، وعايزين النهارده ان شاء الله تبقى كده جاست ان انتدكشن، جاست مقدمه يعني. والمقدمه دي هنتعرف فيها على السبيسيفيكيشنز اوف ذا اكزام، اللي هي مواصفات الورقه الامتحانيه. هنشوف طبعا احنا بالنسبه لنا يا ترى في تغيير عن السنه اللي فاتت في شكل الاسئله، ولا هي نفس الاسئله، ايه الشكل؟ طبعا لان احنا لما يكون اكيد عندنا تصور لشكل الامتحان بتاعنا from the very beginning، من بدايه السنه كده، اكيد هيبقى بالنسبه لنا احنا بنشتغل نحو هدف محدد، وعارفين احنا اصلا مطلوب مننا ايه. احنا عندنا مس ايمان 6 اسئله في ورقه الامتحان. تمام، بيبدا السؤال الاول، اتفضلي. طبعا السؤال الاول لو ماشيين بالمنظومه المتعارف عليها هيبقى السؤال بتاع choose. تمام، يعني لو جالنا البوكلت بتاعنا ممكن يحصل تغيير في ترتيب الاسئله، مفيش مشاكل، بس كلهم هيتبعوا نفس نظام الاسئله. يعني لو قلنا بنبتدي بالسؤال التشوز او السؤال الاختياري، هيبقى عندنا سؤال ده فيه 30 بوينت او 30 نقطه. ال 30 نقطه سؤال دول هيبقوا متقسمين 15 و15. هنقسمهم مش في الورقة، لا هم هيجوا 30 على بعض، ولكن هيبقوا مقسمين على حسب السؤال بيسأل عن جزئية خاصة بإيه. يعني في أسئلة 15 سؤال هيبقوا خاصين بأسئلة الفوكابلري أو أسئلة الكلمات، يعني بيختبرك أنت فاهم معنى الكلمة ده مظبوط ولا لأ، تقدر تحطها في الإطار بتاع الجملة مظبوط ولا لأ، ولا مثلا مش عارف معاني الكلمات، ده كده 15 نقطة. في 15 بوينت تانيين او 15 نقطة تانيين بيسألوا على الجرامر والستراكتر. الجرامر والستراكتر يعني سؤال القواعد وتركيب الجمل. طبعا سؤال القواعد وتركيب الجمل بيسأل على قد ايه انت فاهم تطبيق القاعدة دي، وده طبعا كلها حاجات هنتناولها طول السنة. كل يونت بتبقى فيها كلمات جديدة ودرس جرامر جديد، فبالتالي كل يونت لازم هيكون في جزئيه من سؤال او ال 30 سؤال بتاع التشوز موجودين فيه. يس، يبقى اول تنبيه مس ايمان جذبت انتباهكم ليه، ان احنا عندنا اكيد ورقه الامتحان هتبقى بنظام البوكلت، يعني زي زمايلنا اللي كانوا موجودين العام الماضي. نظام البوكلت ايه بقى؟ بيبقى عندي 4 نماذج. الاسئله هي ولكن توزيع الاسئله بشكل مختلف. يعني السؤال الاول مثلا عند حضرتك قد يكون تشوز، قد يكون عند حد تاني مثلا هو السؤال الاخير ترجمه، لكن تشوز هنا هو هنا نفس الترجمه هنا هي هنا بالظبط، يعني ما فيش اختلاف في الاسئله لكن اختلاف في التوزيع، 4 نماذج مختلفه، وطبعا دي منعا لفكره الغش وتسريب الامتحان. طيب تاني نقطه مس ايمان بتقولي the first question is choice او multiple choice questions، السؤال الاول دايما عندي اختيار من متعدد. We are given just 30 statements او 30 sentences، عندي 30 جملة فيهم 15 based on grammar، 15 معتمدة على الجرامر، و the other 15 are based on vocab، وال 15 التانية معتمدة على الكلمات. طيب ده دلالة ايه بقى او نعمل ايه؟ اكيد احنا بالنسبة لنا الجرامر بتاعنا ما فيهوش جديد كتير، لكن اكيد في حاجات شوية هنتك عليها، زي مثلا واحدة لخمسة، واحدة 12، في حاجات شوية اكيد مختلفة يعني، بس مش بالشكل المتعب قوي. ولذلك حتى النهاردة هتلاقونا نتكلم على موضوع يمكن قديم جدا اللي هو الباست تنسز او ازمنة الماضي، فالجرامر هنخلي بالنا منه. طب الجرامر ده بيتذكر لوحده؟ لا، اكيد من خلال النصوص الموجودة في الكتاب. كلنا عارفين الكتاب بتاعنا زي ما كان في سنة تانية هو برضو 18 وحدة، كل وحدة بتبدأ بدرس listening، درس التاني بيبقى grammar، درس التالت بيبقى reading، الرابع بيبقى عندنا critical thinking، والخامس writing. فاحنا كل مره هنقرا مع بعض ومن خلال كتاب المدرسه
الدرس بتاع الليسننج اللي هو مش موجود في كتابك انت كطالب، لكن معظم الكتب الخارجيه طبعا بتنزله، موجود في كتاب التيتشرز جايد، كتاب المعلم. احنا هنا هنقرا الليسننج ليه؟ هناخد كم في كاب جديد، هناخد كمان كمان هناخد جرامر من خلال الليسننج، هنلاقي عندنا اكسبريشنز اند سو اون. كمان هننتقل لموضوع بعد كده دايما موضوع الريدنج، درس بتاع الريدنج. الريدنج نفس القصه، في كلمات جديده، في جرامر، يعني احنا من خلال قراءتنا للنص هنلاقي كل عارفين كل ما يدور في الوحده. طيب ده بالنسبه للسؤال الاول، بنتعامل ازاي مس ايمان؟ بيديني طبعا اربع اختيارات. هل انا كطالب مسموح لي من الاول كده ان انا اختار اجابتين مثلا؟ شكيت في اثنين، اختار الاثنين ويلا بقى، ولا ايه النظام؟ طبعا ما ينفعش طبعاً. لازم طبعا سؤال المالتيبل تشويس او سؤال تشوز، بيقول لك تشوز from four different answers، يعني هيدينا اربع اختيارات مختلفين عن بعض. في الحالة دي انا ما ينفعش ان انا اختار اجابتين، لازم اختار اجابة واحدة بس عشان تحتسب الاجابة بتاعتي اجابة سليمة. لو انا عملت زللت اجابتين، حالة دي انا هخسر السؤال ومش هينفع يحتسب لي كسؤال سليم. يعني السؤال بتاع التشوز ما ينفعش نختار فيه او نجاوب فيه اجابتين مختلفتين، انما ممكن في اسئله تانية اكيد هنتطرق ليها ازي اجابتين مختلفتين، ولكن ناخد بالنا سؤال تشوز ما ينفعش، لازم هي اجابه واحده. ولازم طبعا اتعامل ازاي؟ زي ما مستر محمد سال، ان احنا بنقف على السؤال كده نقراه كويس لحد الاخر، وبعد كده نقرا الاربع اجابات المختلفه الموجوده عندي، نحدد كده ده سؤال بيسال على بوينت خاصه بالكلمات ولا بوينت خاصه بالجرامر. هيبان جدا جدا من شكل السؤال ومن الاختيارات. يعني لو الاربع اختيارات عباره عن كلمات مختلفه، ده كده اكيد سؤال يعني فوكابلري او سؤال بيسال على معاني الكلمات. ممكن يبقى الاربع اجابات عباره عن سؤال لكن نفس الكلمه مثلا، بس بينوع في شكل التنس او شكل الكلمه، ممكن يحط مثلا اي ان جي للكلمه وجمله كلمه تانية يبقى من غير اي ان جي، ممكن كلمه دي يجيب قبلها كلمه كمان ويغير برضو في شكلها في الاختيار التاني. ففي جميع الاحوال هنعرف نستنتج لما نيجي نقرا السؤال ده سؤال جرامر ولا سؤال كلمات. Yes. في الحالة دي بقى بنقدر نحدد، احنا نفتكر كده القواعد اللي درسناها او الكلمات حسب اليونت، بعد كده نختار الاجابة واحدة سليمة. Yes. يتبقى بالنسبة لنا طبعا ان نعرف ان السؤال اصلا ده طبعا زي ما قلنا 30 جملة، كل جملة عليها نص درجة، يبقى اجابة السؤال كلها 15 درجة. 15 احبائي مع 50 درجة، يعني معناها قرب تلت الامتحان. ده يبين مدى اهمية السؤال الاول. طيب السؤال الثاني اكيد مس ايمان بيبقى عندنا قطعه كومبريهنشن باسج، تعودنا في سنه ثانيه بيبقى عندنا قطعتين، لا دلوقتي عندنا قطعه واحده، ولكن كم من اسئله كتير شويه. عندنا قطعه يعني بتبقى من 100 ل 120 كلمه، اكيد نبقى كويت شور ان هيبقى فيها كلمات صعبه، ولكن لما اكون عارف ان في كلمات صعبه اصلا موجوده في القطعه وانا داخل، على الاقل ابقى يعني ما بخافش، يعني انا عارف ان في كلمات صعبه، لكن هل الكلمات الصعبه دي اصلا هتوقفني في الاجابه؟ لا تماما. الفكره كلها comprehension passage، يعني قطعه فهم. احنا بنقيس هنا مدى قدرتك على فهمك للقطعه، هل هتقدر تعمل جيسنج، انك تخمن تربط بين الكلمات وتعرف تكون معنى جمله وهكذا. فطبعا بالنسبه لنا ممنوع القص واللزق، احنا بنفهم القطعة كويس قوي. بيبقى عليها كم سؤال بقى؟ عليها 10 اسئلة وبعشر درجات. تخيلوا 10 اسئلة بعشر درجات، بيبقى عندي 6 اسئلة تشويس على القطعة، وكل سؤال بتعامل معاه زي سؤال تشويس الاول، بختار اجابة واحدة بس، وكل طبعا سؤال فيهم بدرجة، وعندي 4 اسئلة open ended questions اللي هي الاسئلة اللي طبعا بجيبها من القطعة، ودول باربع درجات. في نوعية من الأسئلة دي مس إيمان ممكن تيجي على شكل إيه؟ تفضل. ممكن تيجي على شكل critical thinking questions مثلا. فإحنا عندنا ممكن أسئلة تيجي من الباسج، لازم ندور على المعلومة ونطلعها من الباسج. وفي أسئلة تانية ممكن تيجي على شكل critical thinking. يعني إيه critical thinking؟ أكيد أنتوا تطرقتوا ليه في سنة تانية ثانوي، وهو أكيد برضو هنعمل practice عليه طول فترة ثالثة ثانوي. هو عبارة عن سؤال بيسألك عن رأيك، أو لو أنت محطوط في نفس الموقف هتتصرف إزاي؟ طب أنت شايف أنه ليه مثلا الناس دي تصرفت بالشكل ده؟ أو وجهة نظرك عن الموضوع. يعني هو بيحاول يعرف منك رأيك عن فكرة معينة طرحت داخل القطعة. يفضل أن أنت تجيب رأي منطقي،
يعني ما ينفعش اقول راي يكون شويه بعيد قوي قوي عن الاطار العام بتاع الباسج، ولكن عندنا مطلق الحريه ان احنا نقول راينا. طبعا انا لما بقول رايي مش بس بقول رايي وخلاص، لازم ابين ان انا بقول الراي ده ليه. يعني لازم اجيب مجموعه من المعلومات اللي تاكد ان رايي ده راي مثلا يميل للصواب او هو راي منطقي، فبالتالي هجيب الاسباب اللي تخليني اقول الراي ده. ده كده بالنسبه للcritical thinking questions او اسئله التفكير الابداعي مثلا اللي موجود في السؤال بتاع الريدنج. يس، يبقى اصبح عندنا القطعه 10 اسئله ب 10 درجات، 6 اسئله تشويس واربعه اوبن اندد، ودول ب 10 درجات، وعندنا 15 تشويس الاول، يبقى كده عندي 25 درجه. السؤال الثالث بيبقى سؤال القصه، ولو انتوا كلكم احبائي عملت مقارنه كده بسيطه بين القصه بتاعت العام الماضي اللي هي جاليفرز ترافلز، رحلات جاليفر، والقصه بتاعتنا بتاعت السنه دي او الروايه بتاعتنا بتاعت انتوني هوب اللي هي ذا بريزنر اوف زندا، سجين زندا، اكيد في فرق شاسع طبعا. يعني انا بتكلم من ناحيه دراسه الطالب في المرحله الثانويه، مش بعمل مقارنه بين الروايتين ابدا، لكن انا بتكلم من ناحيه دراستك ليها، اكيد هنا هتبقى سلسه قوي. ليه؟ عندك نص متكامل بيبقى يعني في طبعا في سسبنس وفي اثاره، يعني الناس كلها طبعا مستمتعه وعايزه تشوف ايه اللي بيحصل بعد كده فصل بعد فصل. واكيد طبعا مس ايمان مشكوره وانا معاها، هنناقش القصه بالتفصيل، هنقرا معاكم التكست الاصلي، والابدع والاروع بقى شكل الامتحان. كلنا كنا متعودين في سنه تانية بيجيني 5 اسئله open ended questions من القصه، ويجيب لي كوتيشن اللي هو العباره دي عن الاقتباس، وعليه 3 اسئله كمان و8 درجات. لا، البشرة بقى ان في القصة بتاعة التالتة ثانوي بيدي 6 جمل تشويس، 4 جمل تشويس الاول، 4 ب4 درجات، 4 جمل. تخيل القصة قصة اختياري، يعني بس افهم النص سيادتك، ما تحفظش، اعرف النص بيتكلم عن ايه، وندي لك جملة ونقول لك 4 اختيارات ب4 درجات، وبعدين بندي لك 3 اسئلة critical thinking، 3 اسئلة critical thinking، تفكير نقدي، وتختار سيادتك سؤالين بس. طيب يعني ايه تفكير نقدي؟ كان لسه مس ايمان بتكلم شويه، قول رايك، what do you think، what is the point of view، رايك ايه، عبر عن رايك. فطبعا رايك بالاجابه او بالسلب بناخد درجه. السؤالين دول كل في سؤال فيهم بدرجه ونص، لو سؤالين بدرجه كل واحد فيهم بدرجه ونص يعني 3 درجات، واربعه تشويس يبقى 7 درجات. القصه بتاعتنا ذا بريزنر اوف زندا من 7 درجات، 4 تشويس و3 اوبن اندد، بختار 2 كل سؤال فيهم بدرجه ونص. القصه طبعا هنجيب له كمان فيديوز، النص الفيديو نفسه او الفيلم بتاع الروايه نفسها موجود متوفر في القناه، بنعرض لكم بقى اهم الشوتس نفسها اللي ممكن طبعا تخلي الحدث نفسه يعلق في الذاكره، ونجاوب طبعا واحنا مطمئنين باذن الله. نيجي بعد كده للسؤال الرابع. تمام، اتفضلي مثلا اتفضلي. يعني سؤال الدايلوج اللي موجود عندنا برضو استبدل بقى اسهل، يعني اتمنى ان هو يكون اسهل عليكم، بدل ما كان في جزئيتين خاصين بالدايلوج في الامتحان القديم مثلا، دلوقتي بقى في عندي جزئيه واحده خاص بالدايلوج. الجزئيه دي عباره عن دايلوج مطول شويه، ولكن احنا مطلوب مننا ان احنا نملا 6 فراغات، 3 منهم بيكونوا question، او ممكن يكون حاجة اسمها prompt، يعني الحاجة اللي هتتقال قبل الاجابة، ممكن تبقى على شكل سؤال او حتى جملة مفيش مشكلة، و3 تانين هيبقوا على شكل reply او اجابة للاسئلة دي او للprompt اللي حصل قبل كده. بقى انا عندي dialogue ده هيبقى ليه كده مقدمة عبارة عن جملة واحدة، سطرين او سطر واحد، بيتكلم على ان الموقف ده بيحصل فين ومين الناس اللي موجودين فيه، وبعد كده بيبتدي يكتب الدايلوج كامل. الدايلوج ده هيبقى مثلا ما بين شخصين let's say، والشخصين دول بيحصل بينهم حوار عن البوينت اللي اتناقشت او اتقالت في السطر اللي قبل الدايلوج. هيبقى ناقصه 6 نقاط، الست نقاط دي المفروض ان احنا نكملها. طبعا التعامل مع السؤال ده لازم يكون عن طريق ان انا اقرا الدايلوج كامل للاخر قبل ما ادي اي اجابه. ساعات بيكون في اجابات داخل الدايلوج تحتمل اجابتين، ولكن انا لما اكمل الدايلوج للاخر اكتشف ان اجابه محدده هي اللي مطلوبه،
فهعرف منين؟ من التفاصيل والمعلومات اللي موجودة داخل الديالوج. فقبل ما اندفع واتسرع وابتدي ادي اجابة وانا متأكد انها سليمة، لازم اكمل الباقي، لان ممكن الاحداث تغير لي مسار الاجابة بتاعتي. فبالتالي لازم نقرأ السطر المقدمة، لازم نقرأ الديالوج كله كامل حتى الاخر، وبعد كده نبتدي نعمل يعني نكمل النقاط اللي ناقصه داخل الدايلوج. يس. يبقى السؤال بتاعنا بدل ما كان عندنا سؤالين اللي هو respond to each of the following situations، اجب على المواقف المختلفه، وبعد كده بيجيب الدايلوج في سنه تانية. كان عندي سؤالين situations ودايلوج، ضمناهم مع بعض، وبقى عندنا سؤال واحد اللي هو سؤال الدايلوج. زي ما قالت مس ايمان، ست فراغات بست درجات، بتبقى طبعا فيهم اسئله وفيهم اجابات، والمفروض السؤال عايز له اجابه والاجابه عايز سؤال وهكذا. وطبعا احنا بالنسبه لنا هنتعامل مع التكنيكس او الفنيات او التقنيه في ان احنا اصلا نوصل للاجابه الصح ازاي. هنقول لكم التريكس او الخدع اللي ممكن تيجي في كل سؤال. اتفقنا؟ طيب ننتقل بعد كده للسؤال الخامس. اكيد هيبقى بالنسبه لنا سؤال رايتنج. جزء الرايتنج بالنسبه لنا كالعاده بيبقى مطلوب مني اكتب كومبوزيشن، موضوع تعبير او باراجراف، وطبعا هنتكلم عنه ده بالتفصيل، وهنقول لكم اهم الموضوعات اللي هندرسها اصلا خلال السنه في كل الوحدات، وتوقعاتنا ممكن تيجي ازاي في شكل الامتحان. وطبعا بالنسبه لنا بيبقى مطلوب مني يعني about 120 words، يعني حوالي 120 كلمه. لو فكرتوا هتلاقوا ان احنا بالنسبه لنا بنتكلم مثلا في 12 15 سطر مثلا بالكتير. وهنقول لكم على الشكل الامثل للكتابه اكيد ده خلال السنه باذن الله. ممكن يجي بديل ليها to write an email، لكن ما بيجيناش letter. لا خلاص letter يعني something of history، شيء من التاريخ، خلاص انك تكتب خطاب. النهاردة كلنا بنستخدم الالكترونيك ميل او الايميل، او بنكتب paragraph كرايتنج. تمام؟ نفس السيستم طبعا في outlining او شكل معين للايميل هنتعلمه طبعا بالتأكيد، وهنتعلم نكتب مرة واثنين وثلاثة وعشرين، على اساس ان احنا ان شاء الله لما نخش الامتحان نبقى كلنا ثقة ونقفل الدرجات النهائية. طبعا زي ما اتفقنا كم الدرجة بتاعته بنبقى عندنا من 7 درجات. تمام؟ اذا كان ده او ده. ننتقل بقى للسؤال الاخير اللي هو سؤال ترانسليشن، سؤال الترجمة. يا مسي ايمان اتفضل. تمام. سؤال الترجمة، احنا بيجي لنا translate from Arabic to English أو translate from English to Arabic، يعني هيجي لنا سؤال الترجمة من العربي للإنجليزي أو من إنجليزي لعربي. من عربي لإنجليش يعني هيجيب لنا جملة أو جملتين هيكون مكتوبين باللغة العربية، ومطلوب مننا أن احنا نترجمهم للغة الإنجليزية. في الحالة دي طبعا هيخدمنا بقى كتير جدا الكلمات اللي احنا حفظناها طول السنة، بلس كمان ان احنا اكيد هنحاول نناقش معاكم كتير جدا جمل ترجمات بتكون حاجات ريليتد او ليها علاقة بالاحداث الجارية، حاجات ممكن جدا نتوقع انها يجي زيها او مشابهة، كلمات كتيرة جدا هتضاف لكم في اثناء فترة مناقشتنا للسؤال بتاع الترجمة. وبالتالي كمان هنقف على ازاي طريقة مناسبة للستركتشر او تركيبة الجملة، طريقة تكون كويسة في ان احنا نقدر ننقل سؤال الترجمة بشكل جيد. وطبعا برضو لازم نكون حاطين في بالنا ان الترجمة الحرفية مش هي الترجمة السليمة ابدا، لازم نحط في بالنا ان احنا بننقل المعنى بطريقة سليمة. يعني هتفرق كتير قوي، وده اللي هنناقشه، هنعرفكم ايه الفرق ما بين ان انا اترجم ترجمة حرفية وما بين ان انا انقل معنى بشكل سليم، وازاي اعرف ان انا مثلا كلمة مش عارفها اغيرها بشكل بحيث ما ينقصنيش درجات. ده كله هنتعامل معاه. سؤال بقى بتاع ترجمة من انجليش العربي او من اللغة الانجليزية للغة العربية، سؤال ده برضو هيبقى عبارة عن جزء او كده زي passage صغيرة قوي تكون مكتوبة بالانجليش، عشان نبقى مس ايمان more specific، هنبقى اكثر تركيزا. وانا النقطة الاولى بتبقى from English into Arabic، بيبقى عندي من انجليزي لعربي، بيبقى عندي جملتين فقط، مفيش نقاش تاني. الجملتين بكام بقى؟ كل جملة بدرجة ونص، يعني معناه كده from English into Arabic 3 درجات. مس ايمان بتقول لنا ان الجملة في الانجليزي بتبقى جملة اكترها 10 كلمات، وبتبقى طبعا بالنسبة لنا ناس كتير قوي، واحنا يمكن خبرتنا شفنا ان الطلبة كلها بتقول والله انا شايف حلو قوي من انجليش انتو عربي، من انجليزي العربي بلاقي سهل، ويبقى عندي الصعوبة من عربي الانجليزي.
طيب خلينا في الانجليزي العربي، اكيد هنتكلم طبعا خلال السنه بالتفصيل على ايه اللي بيتم بالظبط، ولكن احنا بنعمل برضو تاني عمليه جيسنج، تخمين للكلمات ربطها مع بعض. وبالغالب قوي لو في كلمه واحده فقط صعبه بقدر استشفها من خلال السياق وبقدر اكتب جمله. بس امام بتقول لي ان احنا لازم ترجمه تكونش حرفيه. اه طبعا، لا ده احنا كمان في مدرسه على الهوا في البرنامج هنا ما بنقبلش غير بعربي فصحى. يعني انا بالنسبه لي بيقول لي ترانسفير فروم انجلش تو عربي، مش عايز لغه عاميه. انا بحب قوي ان سيات يفضل لو حطيت لي مثلا ضم على الفاعل او مثلا فتحه على المفعول، ده يا ريت. احنا عايزين نبقى كده ناس بيرفكت، ناس كده رائعين ممتازين متقنين لعملنا بالتفصيل. لما بننتقل للجزئيه فروم Arabic انتو انجلش، من عربي الانجليزي، فبيديني جملتين، ولكن الجملتين يو هاف تو تشوز وان، عليك انك تختار واحده، او تو انسر اونلي وان، جاوب جمله واحده. جاوبت الاثنين كان بقى ما فيش مشكله، وانا بنصحك ومس ايمان كمان تقول لك جاوب الاثنين، بحيث انك انت يعني هنشوف الاحسن فيهم ونديك عليها الدرجه، هنصحح الاثنين والاعلى درجه تحسب لك. طب من كام الجمله من عربي لانجليزي؟ بدرجتين، وهناك كان في ثلاثه من انجليزي ايه لعربي، بقت الترجمه كلها 5 درجات. اتفقنا؟ طيب احنا مس ايمان كده يعني اتكلمنا ان ديتيل بالتفصيل على السبيسيفيكيشنز اوف ذا اكزام ان شاء الله 2019 and 2020. دلوقتي بقى نخش على الوحدة الأولى كده سريعا. الوحدة الأولى بالنسبة لنا بتتكلم أو بتقول writers and stories، طبعا بتكلم عن كتاب وقصص. بيدينا كده dialog، ولاحظ أنا بقول dialog من الأول لأن أنت سيادتك لما تقرأ النص بتاع listening فأنت بتحاول بقدر الإمكان تتعلم. أنا عندي هنا interviewer، راجل محاور، وجايب معاه writer بيتكلم معاه، فطبعا الحوار ده أنا بتعلم هو زي لما بيسأل عن رأي بيقول إيه، طب التاني بيرد يقول ايه، لما بيسأل ask for information بيطلب معلومة الرد يكون شكله ازاي، لما بيشكره في نهاية الحوار بيشكره ازاي، طيب كمان الرد على الشكر بيتم ازاي. فاكرين السيتويشنز كنا بناخدها زمان؟ هي نفس القصة، احنا بنتعامل ازاي في يعني من خلال الانترفيو او المحاورة اللي احنا هنشوفها دلوقتي، هي طبعا برضو بيتعلمنا ازاي نتعامل مع الديالوج في ورقة الامتحان. طيب كمان هنلاقي بعد كده نص ريدنج. نص الريدنج ده اكيد بيكلمني عن A very important man, one of the pioneers، أحد الرواد في الرواية العربية والمصرية، اللي هو يحيى حقي، وأكيد طبعًا في كم كلمات جديد وموضوع فاني جدًا، ولكن إحنا النهاردة زي ما بدأنا مس إيمان هنتكلم على جزئية الجرامر. كلكم عارفين إحنا بناخد just an hour، بناخد ساعة أو 1 hour، وطبعًا يعني بنحاول نعمل coverage لكل حاجة إحنا عايزينها. فهنبدأ بجزئية الجرامر. إحنا بقى عارفين في الوحدة الأولى عندنا past simple ماضي بسيط، past continuous ماضي مستمر، and past perfect ماضي تام. لكن انا ومس ايمان اتفقنا ان احنا هنكلمكم عموما على ال tenses in the past. Let me ask you Ms. Iman, how many tenses we have in English؟ كم عدد الازمنه عموما في الانجليزي؟ It's about 13 مثلا. حوالي 13، بس هو actually يعني المفروض لو صح هم عباره عن زمنين اتنين فقط. Yes. واحنا بنبني عليهم بقيه الازمنه دي كلها. يعني كل الأزمنة الكتيرة أو اللي موجودة في الإنجليش دي زي كده إضافات بنحاول نحطها على الزمنين اللي موجودين، اللي هو الباست والبريزنت. وبعد كده بنبتدي بقى نطلع بأزمنة أكتر وأكتر عن طريق إضافات للكلمات الأساسية دي، ولحد ما نوصل بقى لي يعني إحنا في البريزنت عندنا كذا واحد. إحنا في المسميات عشان بس يبقوا فاهمين برضو، أنا عندي في المسميات 12 تنس. تمام. إحنا في العرب كلنا عارفين بشكل بسيط جدا عندنا مضارع وماضي وفعل امر مثلا. في الانجليزي بقى عندي في الماضي 4 ازمنه: past simple ماضي بسيط، past continuous ماضي مستمر، past perfect ماضي تام، past perfect continuous ماضي تام مستمر. طب انا لو عندي جمله، يا ترى الجمله دي اكتبها ايه؟ انا عندي مثلا ذهب محمد الى المدرسه، خلي احنا واخدين بص كده يعني من اندر جراوند. فانا كلمه ذهب دي كلنا عارفين في العربي فعل ماض مبني على الفتح. طيب انا ترجمها ايه بقى؟ اقول محمد واز جون تو سكول، ولا محمد هاد جون تو سكول، ولا محمد هاد بين جون تو سكول، ولا محمد وينت تو سكول؟ المعضله دي مش موجوده في العربي. في العربي ماضي خلاص، حدث تم وانتهى. لكن في الانجليش يو هاف تو ثينك، لازم افكر الاول. طالما انه حدث واحد ملوش علاقه باحداث ثانيه، just one action that happened and finished completely in the past، حدث واحد تم وانتهى في الماضي، no need to any other tense، مفيش داعي لأي زمن تاني، just past simple ماضي بسيط. فهنا لما قلت ذهب محمد خلاص محمد went to school، يبقى معنى كده ايه؟ الماضي البسيط ان انا
حدث واحد تم وانتهى في الماضي، وما كلمنيش الحدث ده اخد قد ايه، ما قاليش محمد كان بيذاكر طول اليوم امبارح، قال لي محمد ذاكر امبارح، يوم محمد استضد اكيد الباست سمبل مس ايمان الفورم بتاعته شكلها ايه. اتفضل. الباست سمبل يا شباب بيتكون من عندي حاجه بسيطه جدا، هي حاجه ثابته مع كل البرناونز او مع كل الضماير. اعتقد انتم مريتوا بده طبعا طول سنين دراستكم للانجليش، عارفين انه الباست سمبل او زمن الماضي البسيط احنا بنترجم اهو كل حاجه بالعربي علشان كل الناس تفهم، طبعا انه بيكون شكل واحد مع كل الضماير. يعني لو في ازمنه تانية ممكن مع اي ووي ويو وذي يبقى شكل، وهي وشي وات شكل تاني، لا في الباست سمبل مع كل الضماير هو حاجه واحده، ما فيش ابسط من كده. وهو بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الحاجه اسمها second conjugation of the verb. ايه هو second conjugation of the verb؟ برضه هنترجمها اهو علشان الناس تبقى فاهمه ان مفيش كلمه هنقولها انجليش غير وترجمتها بعدها على طول. ده معناها التصريف التاني للفعل. الطلبه الشاطرين اللي حافظين تصريفات الافعال عارفين ان احنا عندنا ثلاث تصريفات، الاول الثاني ده اللي هو بتاع الباست سيمبل او زمن الماضي البسيط، والثالث وهنعرف طبعا استخداماته كلها اللي هو التصريف الثالث او الباست بارتيسيبل. طيب هل انا عندي ساعات اختلافات؟ احنا عارفين طبعا القاعده العامه بتقول ان هو الفعل بيتضاف له ايدي، ولكن في بعض الايريجولرز او الافعال الشواذ او اللي مش بتمشي على القاعده دي بيتغير شكلها. في الحاله دي انا هتصرف ازاي؟ ما عنديش قانون ليها، لازم احفظهم. يبقى اللي يتم ان احنا لازم نحفظ الليست بتاعه الافعال او قائمه الافعال اللي مش ماشيه على القاعده، وهنلاقي يعني قوائم كتيره جدا متاحه عندنا في الكتاب، هنلاقي كتير منهم. كمان لو دورنا على النت كمان هنلاقي قائمه كبيره جدا بالافعال، فسهل جدا ومتاحين، واحنا طبعا هنوريكم هنا نماذج كتيره ليها. يبقى ده كده التصريف التاني. كل اللي بعمله بحط السبجكت او الفعل بتاع الجمله، يعني مثلا هقول I، وبعد كده هجيب الفاعل اللي هو went، ذهب يعني، وبعدين تكملت الجملة ايا كانت طريقتها. في المثال ده ممكن نقول I went to school، بس وخلاص كده. ده كده تكوين الباست سمبل. يس. يبقى باختصار الماضي البسيط بيتكون من التصريف الثاني وده second conjugation of a verb، والتصريف الثاني it is you or business. بالنسبة لكم دي مشكلتكم انتوا بتحفظوا افعال كتير. ليه؟ لان احنا بالنسبه لنا عندنا مثلا كم كبير جدا من الافعال. خد الافعال موجوده في النص في الليسننج والتك في الليسننج في الريدنج، لكن طبعا بالنسبه لكم دايما كل مره بشوف الفعل يا ترى ما فيش قاعده واحده ثابته. بس ايمان بتقول لنا ان كلمه جو بقت ويند، ما حدش يقول مثلا تيك تبقى تيكت، لا تيك توك تيكن. عارف مثلا سويم سوام سوام، عارف ستينج ستانج ستانج، عارف ان كلمه واك واكت وركت، وهكذا. فنخلي بالنا ضروري جدا اكون حافظ كم كبير جدا من الافعال عشان استخدم البروبر فورم الشكل الصحيح للفعل في زمن الماضي البسيط. اهم حاجه تاني انه مع كل الافعال اي وي هي شي ات ذي وي يو كل الضمائر، وطبعا مع اذا كان سنجلر او بلورال بتاخد نفس الشكل ما عدا الفيرب تو بي. يعني مثلا في الفيرب تو بي اي وهي وشي بياخدوا واز، وذي ووي ويو بياخدوا كلمه وير. تمام كده؟ طيب يبقى احنا خدنا التكوين مس ايمان وخدنا الاستخدام. لو انا عايز اسال سؤال في الباست سيمبل، اساليني حضرتك مثلا سؤال انا عملت ايه امبارح او النهارده مثلا في جزء فات من يومي، يبقى ده باست بالنسبه لي. يس. يعني يا شباب ممكن مثلا نسال سؤال للمستر محمد واقول له what did you do yesterday. يس. طب نكتب السؤال معلش كده حضرتك. تمام اكيد. هكتب الكويستشن اهو ليكم، هنقول what did you do yesterday. احنا لو شفنا السؤال عندنا هنا ايوه تكوين السؤال بقى نميز على طول ان هو ماضي. طب عرفنا منين؟ أيوة. بالظبط هنعرف من الكلمه دي، واكيد طبعا كلمه yesterday، ولكن خلينا نتكلم على انه حتى لو السؤال ما فيهوش كلمه yesterday، مجرد بس الفعل بتاع يعني الهيلبينج فيرب او الاكزيلري فيرب اللي بنسميه الفعل المساعد ده بيعرفنا على طول انه باست. طب كتير جدا طلبه ممكن يجي لها سؤال
في الدايلوج مثلا، سؤال الدايلوج يقول لها كوني سؤال، وما تعرفش تكون سؤال بطريقه سليمه وللاسف تخسر درجات. في الحاله دي انا عندي هنا مثلا لو بصينا على السؤال الثاني وشفناه هنلاقي ان انا عندي تكوين السؤال حاجه بسيطه جدا جدا، بس لازم احط في اعتباري ايه هي الخطوات. اول حاجه اللي هي what، دي بنسميها الكويستشن وورد. what دي اللي هي أداة السؤال أو بنقول عليها الكويستشن وورد، كلمة الاستفهام أو بالزبط. كلمة السؤال yes. زي ما هي قدامنا على الشاشة كده، يبقى كلمة what تسأل ما أو ماذا، على طول نفكر بس إيمان تمام. كلمة when للزمن، where مكان، who أشخاص، صح كده؟ طيب عندي how كيفية، how long، how tall، how many. يبقى فكرة كده بقى، ركزوا بقى وراجعوا تاني كل كلمات الاستفهام. بعدي كلمات الاستفهام على طول لاحظتوا كلمة did. did دي كلمة مهمة جدا، هي المفتاح للباست سيمبل. what did كلمة استفهام فعل مساعد، الفعل المساعد في السؤال عن الماضي البسيط كلمة did. طيب وبعد كده تقولي what did you فاعل، what did إيمان فاعل، what did محمد فاعل. يبقى كلمة استفهام بعدها فعل مساعد بعد كده فاعل. طيب انت قلت لي what did you do، طب لو قلت what did محمد، يا ترى دو ولا does؟ لا دو برضو. اشمعنى مش محمد مفرد يبقى المفروض كلمة does؟ لا طبعا. طيب ليه بقى؟ عندي كلمة did موجودة. أيوة. نرجع تاني للشاشة هنلاقي عندنا على الورقة مكتوب عندنا كلمة what did you. لو غيرت الضمير you ده اللي هو الفاعل بأي ضمير تاني، أحمد أو أيا كان الاسم، لازم أجيب مصدر. يبقى did بعدها فاعل بعد كده مصدر. بالظبط. يبقى زي ما قال كده مستر محمد، احنا عندنا بعد كلمة what بنجيب الفعل المساعد، والفعل المساعد ده بيحمل لينا الزمن. يعني انا عندي الفعل المساعد او الهيلبينج فيرب بنسميه كده فعل مساعد علشان الطلبة يبقوا عارفين، ده اللي بيجي معاه الزمن او اللي بيعرفنا الزمن، تمام؟ ده في الحاجة المعتادة. فأنا عندي مثلا بسأل على حاجة في الماضي، يبقى أنا في الحالة دي لازم هجيب الفعل المساعد بيعبر لي عن زمن الماضي، يبقى هو اللي هغيره وهخليه في زمن الماضي زي ما عملنا في كلمة did. do بقت did أو does بقت did، تمام؟ طب بعد كده بيجي السبجكت أو الفاعل بتاع الجملة. يبقى أنا عندي بالترتيب كده أداة السؤال، الفعل المساعد، بعد كده السبجكت أو الفاعل بتاع الجملة، الحد اللي بسأل عنه أو الحاجة حتى لو كانت شيء اللي بسأل عنها، وبعد كده يجي الفعل الأساسي اللي كان موجود في الجملة. احنا هنا قلنا الفعل الاساسي اللي هو دو، لان انا بسأل اصلا على الفعل الاساسي ده. يعني انا ممكن يكون الفعل الاساسي بتاع الجملة I went to school yesterday. في الحالة دي انا went دي بسأل عنها، انت عملت ايه امبارح، مش هجيبها بقى في السؤال، ما ينفعش ان انا اسأل على حاجة already دي اللي موجودة في الاجابة. فبالتالي بستبدلها الاكشن فيرب ده او الفعل الاساسي اللي في الجملة بستبدله بكلمة do، وبعد كده التكملة العادية بقى بتاعت الجملة. يبقى كلمة do دي زي ما قال لنا مستر محمد لازم تكون في الانفينيتيف فورم او في المصدر، هي ما تحملش اي زمن، ولكن اللي بيحمل الزمن هو الفعل المساعد. yes. دي كده قاعدة اساسية لازم نحطها في بالها في تكوين السؤال. طيب يا مس ايمان، دلوقتي الرسالة بتاعتنا موجهة لاكثر من 750 الف طالب في كل ربع مصر، وكمان عندنا طلابنا وابنائنا في الخارج. one might ask، يعني هو معقولة مدرسة على الهواء والبرنامج المهم ده بيكلمونا في الحاجات الصغننة قوي دي؟ it's okay، دي طبيعتنا وده دورنا. احنا مش بنتعامل مع بس البريليانس، لا احنا بنتعامل مع كل الطلبه بتوع جمهور العربيه، واحنا عارفين مستويات، واحنا از تيتشرز يعني فاهمين القصه كويس قوي، وعارفين احنا بنلبي احتياجات كل الناس. وطالما وده عارف مدرسه على الهواء على فكره في كل المواد، بناخد بايد كل الطلبه، فاحنا هنبدا من البسيط وهنمشي معاك بالتدريج، يعني هنرضي كل الاذواق زي ما بنقول. فاحنا دلوقتي بنتكلم هو تنسى موجود عندي في الوحده الاولى الماضي البسيط، فاحنا بنأكد تاني بس، والتكرار بيعلم الشطار، بنقول لكم ان احنا عندنا تكوين الماضي البسيط، قلنا تصريف تاني مع كل الضمائر. طيب لما بحب اعمل سؤال في الماضي البسيط، ما انا مش عايزكم حافظينه وخلاص، المشكلة ان احنا بناخد الكلام طول عمرنا ما عرفش نتكلم بيه، انا عايزكم تقفوا قدام حد تتكلموا ان انجليش، اسأل عن حد بس عملت ايه امبارح زي ما قلت بس ايمان، قالت خلاص هي قاعدة سهلة جدا مستر حافظاها. What did you do؟ عملت ايه؟ كلمة استفهام؟ وانا قلت لكم راجعوا كلمات استفهام، وبعد كده كلمه ديد هو الفعل المساعد مع الماضي البسيط، بعد كده ايا كان الفاعل، وبعد كده مصدر، يبقى ديد فاعل مصدر، ديد فاعل مصدر، كلمه استفهام ديد فاعل مصدر. لو انا شلت كلمه استفهام وسالت بكلمه ديد يبقى يس نو كويستشن،
يبقى سؤال بأيوه أو بلأ. Did you study yesterday؟ ذاكرت امبارح؟ Yes or no. Did you watch the match؟ شفت المباراة؟ Did you meet علي؟ كل ده تقول لي أيوه أو لأ. يبقى لو شلت كلمة استفهام did فاعل مصدر هكمل وأجاوب بأيوه أو بلأ، وإحنا هنا بنعمل استرس كده عشان خاطر طبعا سؤال الديالوج. اتفقنا؟ طيب أنا بس إيمان عايز على السؤال ده 10 جمل إجابات. هنكتب 5 منهم ونقول 5 شفوي على نفس السؤال. تمام. هجاوب انا الاول سؤال حضرتك كان بيقولي تاني على الشاشه هيبان قدامكم دلوقتي يا حبايبي. What did you do yesterday? What did you yesterday? هقول لك مثلا I watched the match. I watched the match دي yes. اجابه. دي اجابه. ومعلش تقول لنا عملت ايه طيب؟ تمام. احنا طبعا يعني زي ما احنا شايفين كده مستر محمد جاوب لنا السؤال، فبالتالي احنا برضو علشان نبقى عارفين، لان من الاخطاء اللي بنقابلها ان الطلبة ما بيعرفوش يكونوا جملة سليمة. يعني ممكن يبقى هو ممتاز جدا جدا وكل حاجة، لكن وقت ما يجي يكتب الباراجراف الجملة عنده تتلخبط او ما يعرفش يكتبها مظبوط. الجمل في الانجليش المعتاد انها تبتدي بالفاعل او السبجكت بتاع الجملة، الفاعل بتاع الجملة. يبقى اول حاجة علشان اجاوب سؤال من الاسئلة اللي احنا شايفينها دي اللي هي WH questions او الاسئلة اللي هي بتبتدي بسؤال زي what و how والكلام ده كله، لازم نبدأ بالفاعل. وبعد كده احنا شايفين ان احنا على طول جبنا الفعل او الاكشن اللي احنا عملناه واللي كنا بنسأل عنه، ولكن احنا عملنا ايه هنا؟ حطيناه في الماضي. يبقى الفعل بتاع الجملة في الماضي او في زمن الماضي. يبقى دي كده تاني حاجة عملناها علشان نكون الجملة. يبقى اول حاجة الفاعل وبعد كده الفعل، دي اهم حاجة. لو جملة من غير فاعل يبقى جملة غير سليمة، جملة من غير فعل جملة غير سليمة، الا طبعا في حالات نادرة جدا زي الامبيراتيف فورم مثلا ممكن اكون ابتديها بالفعل، مفيش مشكلة. ولكن مهم قوي سؤال زي الترجمة، سؤال زي الدايلوج، سؤال زي الرايتنج، كل دي حاجات بيقفوا على البوينتس اللي زي كده. لازم اعرف تكوين الجملة سليم، ببدأ بالفعل بعد كده الفعل مصرف. هنا عندي السؤال فيه did، يبقى انا خلطت did و do مع بعض، دمجتهم وكتبت الاكشن او الفعل اللي كان مفروض ان انا عملته already وبسأل عنه. يعني لو سألت على اي واتش كنت هتقولي ايه يا مستر ايمان؟ لو شفت المباراة، لو سألتين عن المباراة هتقولي ايه؟ هقول هنا بقى بوينت مهمة جدا مستر محمد قالها، نفسي الطلبة يبصوا على الجملة وهم يحاولوا يستبدلوا لنا الكلمة بتاعت ذا ماتش. بالظبط. يعني مثلا ذا ماتش دي هي الحاجة اللي هسأل عنها مش الفعل. السؤال ده كان بيسأل على الفعل، ولكن هنا كلمة ذا ماتش اللي هو الشيء اللي انا اتفرجت عليه، يبقى دي اللي هتتشال من السؤال ودي هتبقى موجودة في السؤال. بالتالي بقى هنا انا لو مشيت على تكوين السؤال اللي احنا ناقشناه What did you، هنغير بقى do دي وهنشلها ونخليها watch. هنكتبها كده تحت على طول كده what yes watch. لا انا تحت السؤال نفسه yes تحت I watched. هنكتب what بشكل صغير كده. هنكتبها هنا مثلا yes. هنقول what. ايوة what. هنا احبائي سألت عن كلمة دماتش لانه مفعول، وجبنا المساعد كلمة did زي ما سيمان كتبت، وجبنا الفاعل you، وجبنا المصدر كلمة watch. ما قلناش watched، ما حدش يقول لي what did you watch. لا what did you watch yesterday، شفت ايه امبارح؟ قلت I watched the match. دمجنا كلمة did مع كلمة watch بقت watched في الإجابة. لما جينا نسأل السؤال فكنا الارتباط ده، حطنا كلمة did فاعل مصدر كلمة watch. طيب انا كنت قايل هقول 10 جمل، وطبعا عشان بس اوفي بوعدي على طول I did my homework، انا عملت الواجب. وقلنا I watched the match. I met M-E-T. I met my friends. I studied the English lesson، درست درس او ذكرت درس الانجليزي. I played مثلا a computer game، لعبت يعني جيم على الكمبيوتر. انا قلت كده 5 جمل وانا كنت قصد انوع كويس قوي. انا قلت كلمة play عشان منتهية بواي، قبلها حرف متحرك بقت played ما غيرتش. enjoy enjoyed. قلت كلمة study، study منتهية بواي برضك، ولكن فيها ايه؟ قبل الواي في حرف ساكن، قلبت الواي لاي وحطيت اي دي. قلت افعال غريبه شويه او مختلفه، قلت مثلا كلمه swim بقت swam، قلت كلمه do بقت did في الباست. تمام كده and so on. يبقى احنا خدنا تكوين استخدام. طيب كلمه دله نس ايمان، حضرتك قلت لي كلمه yesterday. تمام. طب انا هبدا مثلا هقول سؤال كده كان موجود في النص بتاعنا في الانترفيو، بيقول له ايه؟ when did you start writing. عايز نكتب السؤال ده ونناقش على مع بعض كده يتم في السؤال ده. تمام. بيقول تاني السؤال كده when did you start، كان الانترفيو بيسال بيقول له when did you start writing. when did you start writing yes. طبعا احنا عندنا هنا كلمه when. أيوة. اللي هي معنى امتى. when did
you start writing. Writing. أظن دلوقتي عرفنا أنه خلاص السؤال ده بيسأل على زمن في الماضي. Yes. فبالتالي لازم لو أنا عندي دايلوج وليه إجابة لازم أجاوب برضو بفعل في الماضي. Yes. طيب أنا هنا كلمة when معنى متى. متى. تمام؟ بعدها فعل مساعد كلمة did. طب أنا عارف أن من الكلمات الدالة كلمة ago. تمام. وأجو أنا عارف في الجملة الخبرية بتيجي في نهاية الجملة. لكن أنا عايز أحط كلمة أجو في السؤال في نفس السؤال نفسه وأحتفظ بالمعنى. يقدر تبقى إزاي؟ يعني طبعا لو المدة هي مدة طويلة مثلا نقول سنوات. ففي الحالة دي هقول how many years ago. أو how long ago. أو مثلاً. How long خليك ago. خليك تحتها كده على طول how long ago. تمام؟ how long ago did you start, writing? أنا عايز الناس تعمل مقارنة بين الجملتين كده وتشوفهم وتحفظ الفارق. كلمة when هي بعنها how long ago. كلمة when هي بعنها how long ago. when متى how long ago من إمتى نفس المعنى. بعدهم إيه لاحظتوا على الورقة كده هتلاقوا did فاعل مصدر. did فاعل مصدر هتشوفها تاني على الورقة كده قدامنا هتبان. yes. بعد when did فاعل مصدر did you start وبعد how long ago برضو did you start. طيب انا عايز اقول اجاوب بقى مس ايمان عشان استخدم الكلمات الداله. هقول مثلا من 5 سنين فاتت. يبقى اجابه سريعه كده بتكتب سريعه برضه هنقول مثلا I started. أيوة. وحاولنا فعل هنا الماضي I started writing. احنا جبنا طبعا كلمه writing متضاف ليها ing. أيوة. لان هي جايه بعد فعل وبرده في دروس هنتكلم عنها استفاده. started write او started الاثنين صح تماما. I started writing 5 سنين فاتت. 5 ايوه years ago. yes. يبقى لاحظنا كده ان كلمه ago بتيجي في نهايه جمله وقبلها المده 5 years ايه ago. لكن لما جت سؤال كانت how long ago. طيب انا عندي كمان كلمه used to سريعا برضو. تمام. لو جيت قلت مثلا اختلافها اختلافها عن الكلمات الثانيه هي انها بتتكلم عن عاده في الماضي. yes. يعني انا مش بس بقوم قمت بالحاجه دي في الماضي وخلاص. لا ده هي الحاجه اللي انا متعود اقوم بيها. طيب. او ده الاكشن اللي هو انا كان من الهابتس او من العادات بتاعتي في الماضي. yes. بالتالي انا لما هستخدم used to هجيبها قبل الفعل الاصلي بتاع الجملة. يعني لو استخدمنا نفس كلمة watch I watched TV او I watched the match هقول I used to watch matches. نكتب يعني جملة نسي من كده I used to يعني انا متعود او من action عاداتي films مثلا. I used من to عاداتي ان انا اتفرج على الاكشن فيلم. I used to watch action films. Watch action films اللي هي افلام الاكشن اللي فيها بقى حركه. سؤالي بقى هنا يا مس ايمان فين الفعل الاصلي في الجمله؟ الفعل الاصلي طبعا هي كلمه watch. yes. وجي قبلها كلمه used to كفعل مساعد بالنسبه لنا. طب used to تدي دلاله على ان الزمن ده فين؟ في الماضي. ماضي. بالزبط. طيب اخلي بالي ان مفيش فاصل بين كلمه اي وكلمه يوز. مفيش ام ولا از ولا ار. بالظبط. مفيش فعل جيت. اي يوز تو لازم بعديها مصدر. اكسبريس وات انديكيت وات بتعبر عن ايه؟ العادة. حدث او الحدث. تم وكان بيحصل عاده فين؟ في الماضي. الماضي يعني لا تحدث ايه؟ الان. تمام. طيب لو انا عايز اقول كلمه اي اولويز او اي يوجولي استخدم مكان كلمه يوز تو احط كلمه يوجولي نفس تمام. الجمله اكتبها ازاي؟ نفس الجمله هنا هيقول اي usually او I always يجي طبعا هبقى معناها اتعودت. تمام كده عشان حاجه خد بس مضارع لا نفعت كده ماضي. طب يجي اللي بعدها ايه بقى watch ولا watched؟ لا طبعا هنتكلم هنقول كلمه watched مصرفه. ايوه لان طيب. كلمه usually و always و sometimes وكل الادفيربس اوف فريكوينسي دي أيوة. احنا بنسميها ادفيربس اوف فريكوينسي ظروف تكرار. بالظبط بتعبر عن تكرار شيء متكرر مضارع مستقبل مش مشكله بالنسبه لنا. المشكله ان هي اصلا هنا بدلنا كلمة used to وحطنا كلمة usually. used to بعدها مصدر ولكن usually بعدها تصريف ثالث. سوري تصريف ثاني ماضي بسيط. طيب حاجة أخيرة كده مس إيمان لو أنا عايز أقول لو كنت متعود أتفرج على أفلام الأكشن عايز أقول لم أعد أتفرج أكشن ليس لم أعد بعد يعني بطلت خلاص أقولها إزاي؟ سريعا طبعا. يعني هقول مثلا I no longer نكتب سريعا كده I no longer watch عشان بس إيه بيستعجلونا يلا كده I no longer watch I عايز no longer watch. watch زي ما هي في المصدر كده لم اعد اتفرج. yes. action films. action films تحتيها على طول كده I don't مضارع I don't watch action films anymore. I don't watch I don't وبعدها مصدر I don't watch action films anymore معناهم ايه يا احبائي؟ لم اعد اتفرج على افلام الاكشن بعد. خلصت كان عارف فين؟ في الماضي. يبقى لما تقول I used to
watch تعودت اشوف في الماضي هي نفس المعنى لم اعد اتفرج لم اعد يعني ايه اي نو لونجر نو لونجر بعديها الفعل ما فيش اي تغيير لو قلت هي هتبقى هي نو لونجر واتشز هتبقى فيها اس مع المفرد نو لونجر زي كلمه نيفر زي كلمه اولويز ما فيش اي تغيير بعدها في الفعل لكن اي دونت واتش دونت ده مضارع دونت بعدها مصدر دونت واتش اكشن فيلمز اني مور في الاخر او اني لونجر يعني تحت كلمه اني مور كمان ممكن اكتب كلمه اني لونجر اكيد يا مس ايمان السنه بادئه وانا عايز كل طلابنا طبعا بكل الحماس واكيد عند حضرتك الكتير قوي خلال السنه ان شاء الله لكن unfortunately time is not enough احبائي الطلبه طبعا we came to the end of this episode وصلنا لهذه الحلقه thanks a lot to you Miss Iman for your great thank efforts you. thank you very much Mr. to all the people behind the camera and to all of you my dear students wishing to come back again with lots and lots of information that will benefit you ان شاء الله until that time good luck and goodbye.